حياكم الله مشاهدينا، موجز لأهم الأنباء من قناة التناصح. أكد فضيلة المفتي الشيخ الصادق الرياني أنه لا يجوز استيفاء الحق باليد، وأدان فضيلته القتل خارج القانون محذرا من أن ذلك سيؤدي للهرج والمرج ولن يبني الدولة الليبية. وطلب فضيلة المفتي في الوقت ذاته مؤسسات القضاء بالقيام بمسؤولياتها وأن تفصل في القضايا ولا تتأخر في إيصال الناس إلى حقوقها، متمنيا ألا ينزلق القضاء الليبي إلى ما انزلق إليه القضاء في مصر، وذلك بالحكم على مئات الأبرياء في مقابل إطلاق سراح المجرمين. جاء ذلك في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح اليوم الأربعاء. قال مصدر من مدينة درنا إن طائرات تابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت كورنيش المدينة. المصدر قال إن 3 أطفال أصيبوا أثناء قيامهم باللعب بجانب الكورنيش جراء قصف الطائرات لمكان لعبهم. يذكر أن 3 أطفال قتلوا الأسبوع الماضي جراء قصف طائرة مجرم الحرب حفتر على منطقة شيحة الغربية. أكد مصدر إعلامي من مدينة مصرات الأربعاء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم الدولة في محيط عمارات 700 أسفر عن سقوط جريحين من قوات الثوار وإصابة بسيطة. المصدر أفاد بتجدد الاشتباكات بين قوات الثوار وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة إثر محاولة قوات التنظيم التقدم صوب الميناء. وقال المصدر إن قوات الثوار ألحقت خسائر بشرية ومادية بعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، مضيفا أن 3 جرحى أصيبوا خلال الاشتباكات إصابتهم طفيفة. طلب الدكتور بمستشفى مصرات المركزي مالك الجليب بالتحقيق في حادثة المعاملة السيئة التي تعرض لها عدد من الجرحى الذين تم إرسالهم للجزائر. الجليب ذكر في تقرير حول الواقع بأنه في يوم الأحد الموافق 11 من الشهر الجاري أفادهم عميد بلدية مصرات بأنه تم الاتفاق مع المجلس الرئاسي المقترح عن طريق العضو أحمد معيثيق، وذلك بإرسال عددا من الجرحى من قوات الثوار للعلاج بالجزائر. وقال الجليب إن الجرحى اشتكوا من سوء المعاملة حتى إن أحد الأطباء بالمستشفى العسكري بمدينة ورقلة قال للثوار: لماذا قتلتم القذافي؟ وفق ما ذكره الجليب. وفي الخبر الأخير، أكد مصدر مطلع من مدينة بنغازي استهداف شورى ثوار المدينة لدبابة تابعة لما يعرف بعملية الكرامة بمحور الجوارشا. وأضاف المصدر أن طائرة تجسس أجنبية لم تغادر منطقة سيطرة المجلس منذ ظهر الثلاثاء. وذكر مصدر طبي أن 2 من ميليشيات مجرم الحرب حفتر قتل وجرح آخرون إثر اشتباكهم مع قوات الثوار بالمحور الغربي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.